بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حديثنا يتعلق بغزوة بدر الكبرى، فأقول إن الجهاد في الإسلام لم يشرع لغرض مادي أو معنوي، ولا لفرض عقيدة بعينها أو بسط سلطان في الأرض، وإنما شرع لإعلاء كلمة الله ونشرها وتأمينها. ولذلك تعددت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه، وأهم هذه الغزوات وأعظمها هي غزوة بدر الكبرى التي وقعت صباح يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان المعظم من السنة 2 للهجرة، إذ هي أول تجربة قتالية خاضها المسلمون ضد المشركين بإيمان صادق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وبما أن المسلمين يعتبرون أنفسهم في مواجهة دائمة مع المشركين منذ خروجهم من مكة تاركين أموالهم وأهليهم ووطنهم الحبيب، لم يتركوا فرصة تلوح دون اغتنامها لإعزاز الإسلام وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون. وإحدى هذه الفرص هي قدوم عير لقريش من الشام فيها تجارتهم وأموالهم، يقودها أبو سفيان بن حرب في ملأ من قومه. وعندما علم المسلمون بذلك حدثتهم أنفسهم بالاستيلاء عليها وإنفاق الأموال في نشر الدعوة الإسلامية وإصلاح أوضاعهم المادية، لا سيما وأن جزءاً من هذه الأموال هي أموال المسلمين المهاجرين استولى عليها المشركون بغير حق. عندئذ أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه لهما خبرة بتقصي الأحداث، يستطلعان أخبارها ويرصدان مواقع حلها وترحالها، فقاما بالمهمة أحسن قيام، وحدد المكان الذي تمر منه القافلة إذا لم يحل دون ذلك مانع طارئ. لكن أبا سفيان تنبه للأمر وأعلم قومه وطلب منهم النجدة بسرعة، وفي نفس الوقت سلك طريقا مغايرة لما قرر الخبيران المسلمان، وبذلك تمكن من النجاة بقافلته وحال دون أمنية المؤمنين التي عبر عنها المولى سبحانه بقوله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وعبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اخرجوا لعل الله ينفلكموها. فأهاجت هذه الحادثة زعماء قريش وأثارت أحقادهم وأضغانهم، فهبوا يستنفرون رجالهم لملاقاة محمد صلى الله عليه وسلم وتأديب المسلمين، ولسان حالهم يردد: كيف تجرؤ فئة قليلة العدد والعدة على التطاول على قوم أولي بأس شديد يملكون عدة كافية وأموالا طائلة تمكنهم بزعمهم من النصر السريع كما زين لهم الشيطان ذلك؟ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وكدأب الشيطان يغرر بالإنسان، فإذا أوقعه في المهالك تنكر له وتبرأ منه، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله،
والله شديد العقاب. فضرب الله عمل الشيطان مثلاً يتعظ به أولو الألباب، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولما أيقن المسلمون أن الحرب قادمة لا محالة، وأن العدو قد يباغتهم في عقر دارهم، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: أيها الناس أشيروا علي. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم في الموضوع بما أرضى الرسول وأثلج صدره، وتلاه عمر بن الخطاب فنهج نفس النهج. ومن بعدهما قام المقداد بن عمر فقال: يا رسول الله، لا نقول لك ما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل معك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فطابت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أعاد الكرة فقال: أشيروا علي أيها الناس، توسيعا منه لدائرة الشورى. فقال سعد بن معاذ وهو من الأنصار: كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال: أجل. فقال سعد: إننا منذ آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخلطه لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ترى منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. ولم يمنع هذا التأييد الكامل من وجود قلة من المؤمنين آثرت السلام وخافت الهزيمة والموت، ناقشت الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الحرب تريد أن تثنيه عليها. كشف الله حالها فقال: كما أخرجك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركن إلى هذا الرأي، لأن الله وعده النصر، ووعد الله لا يتخلف. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. والتقى الجيشان بماء بدر، المسلمون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى، والركب أسفل الوادي، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل الوادي. ولكن القوة كانت غير متكافئة، فالمشركون يملكون 990 مقاتلاً و70 فارساً و700 بعير، والمسلمون يملكون 314 رجلاً مقاتلاً وفرسين و70 بعيراً. فقوة المشركين تزيد عن قوة المسلمين أضعافاً مضاعفة، ومع ذلك لم ترهبهم ولم تحد من دفاعهم إلى القتال. وفي خضم الحرب واشتداد ضرامها، جأر المسلمون بالدعاء إلى الله كي ينصرهم، وهم يذكرون الله كثيراً عملاً بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فإذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فاستجاب الله دعاءهم وأمدهم بجنود الخفاء
يشدون أزرهم ويعززون صفوفهم تثبيتاً لقلوبهم وشحذاً لعزائمهم. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء ورماها في وجوه الأعداء وقال: شاهت الوجوه، فدخلت حذرات الرمل أعينهم وأصابت الحصيات وجوههم وجباههم، فانشغلوا بها عن القتال، وبذلك تمكن المسلمون من هزيمتهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. ووقوف الملائكة إلى جانب المسلمين بشارة بالنصر وأمارة بأن الدائرة ستدور على الأعداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر يا أبا بكر، وهو يردد قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان يشير إلى مصارع أبطال قريش، فما من واحد أشار إليه إلا وصرع في المكان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون قد صح منهم العزم في هذه الغزوة، والنصر الحقيقي بيد الله، ينصر من أراد نصره ويخذل من أراد خذلانه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد أشاد شاعر الرسول حسان بن ثابت بهذا النصر المؤزر، فقال: وبماء بدر إذ يكف مطيهم، جبريل تحت لوائنا ومحمد. وسأذكر العبر المستخلصة لأن الوقت يضيق عن التفصيل في هذه الغزوة وفضائلها كثيرة. فالعبر المستخلصة من هذه الغزوة كثيرة جدا، منها الشورى، وهي مبدأ إسلامي عام بنص القرآن الكريم، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وفي الحديث: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. لا سيما في الأمور المهمة كالحرب، لأن ويلاتها شديدة وعواقبها ذميمة، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة. فالمنهزم فيها تنتقل حياته من عز إلى مذلة، ومن كرامة إلى مهانة، ومن حرية إلى عبودية، ومن رخاء إلى بؤس. وحتى المنتصر سيتضرر منها، لأن ضريبة النصر باهظة وحملها ثقيل. ولذلك يجب التحري قبل القدوم عليها، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد استشار أصحابه وكرر الإشارة تطبيقاً لهذا المبدأ الإسلامي العظيم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المبدأ ويقبل الرأي الصائب حتى في الأمور العادية. فلما نزل المسلمون ببدر للقاء العدو، تقدم حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أهذا المكان بوحي من الله أم هو من باب الرأي والمكيدة الحربية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من باب المكيدة الحربية والرأي. فأبدى رأياً مخالفاً له، واقترح أن يتقدم المسلمون إلى مكان قريب من معسكر المشركين، به بئر غزيرة الماء يبنون حولها حوضاً يملؤونه ماءً يشربون منه ويعطلون ما عداها من الأبار، وبذلك يتحكمون في موارد الماء. فاستصوب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ونزل عنده. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في غزو في أسر بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، وأشار عمر بالقتل،
فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأخذ برأي أبي بكر بعد أن أثنى على الاثنين. العبرة الثانية هي الحالة النفسية للمقاتل، فها دور مهم في النصر أو الهزيمة، ويتجلى هذا من موقف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وموقف أصحاب موسى، فقد وقف الأولون إلى جانب النبي يشدون أزره، وقفوا معه صفاً واحداً كالبنيان المرصوص، يبذلون أرواحهم دونه ويفدونه بآبائهم وأبنائهم ونسائهم. ووقف قوم موسى موقف الخذلان: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كذلك أيضاً من العبر أن الثبات في الحرب يرتبط بالعقيدة والمبدأ، فإذا كان المرء يدافع عن عقيدة يؤمن بها ومبدأ يعتقده، فإنه يستميت في القتال ويتحمل الأذى من أجله، ويستهين بالموت من أجل تحقيقه والدفاع عنه. وإذا كان يقاتل عن غرض مادي فإنه سرعان ما ينخذل بأي إغراء يعرض عليه أو بإحساس ضعف وفتور في القتال. وهذا ما وقع للمشركين. ففي رسالة أبي جهل: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حديثنا يتعلق بغزوة بدر الكبرى، فأقول: إن الجهاد في الإسلام لم يشرع لغرض مادي أو معنوي، ولا لفرض عقيدة بعينها أو بسط سلطان في الأرض، وإنما شرع لإعلاء كلمة الله ونشرها وتأمينها. ولذلك تعددت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه، وأهم هذه الغزوات وأعظمها هي غزوة بدر الكبرى التي وقعت صباح يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان المعظم من السنة الثانية للهجرة، إذ هي أول تجربة قتالية خاضها المسلمون ضد المشركين بإيمان صادق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وبما أن المسلمين يعتبرون أنفسهم في مواجهة دائمة مع المشركين منذ خروجهم من مكة تاركين أموالهم وأهليهم ووطنهم الحبيب، لم يتركوا فرصة تلوح دون اغتنامها لإعزاز الإسلام وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون. وإحدى هاته الفرص هي قدوم عير لقريش من الشام فيها تجارتهم وأموالهم، يقودها أبو سفيان بن حرب في ملأ من قومه. وعندما علم المسلمون بذلك حدثتهم أنفسهم بالاستيلاء عليها وإنفاق الأموال في نشر الدعوة الإسلامية وإصلاح أوضاعهم المادية، لا سيما وأن جزءاً من هذه الأموال هي أموال المسلمين المهاجرين استولى عليها المشركون بغير حق. عندئذ أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه
لهما خبرة بتقصي الأحداث، يستطلعان أخبارها ويرصدان مواقع حلها وترحالها، فقاما بالمهمة أحسن قيام، وحدد المكان الذي تمر منه القافلة إذا لم يحل دون ذلك مانع طارئ. لكن أبا سفيان تنبه للأمر وأعلم قومه وطلب منهم النجدة بسرعة، وفي نفس الوقت سلك طريقا مغايرة لما قرر الخبيران المسلمان، وبذلك تمكن من النجاة بقافلته وحال دون أمنية المؤمنين التي عبر عنها المولى سبحانه بقوله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وعبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اخرجوا لعل الله ينفلكموها. فأهاجت هذه الحادثة زعماء قريش وأثارت أحقادهم وأضغانهم، فهبوا يستنفرون رجالهم لملاقاة محمد صلى الله عليه وسلم وتأديب المسلمين، ولسان حالهم يردد: كيف تجرؤ فئة قليلة العدد والعدة على التطاول على قوم أولي بأس شديد، يملكون عدة كافية وأموالا طائلة تمكنهم بزعمهم من النصر السريع كما زين لهم الشيطان ذلك. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وكدأب الشيطان يغرر بالإنسان، فإذا أوقعه في المهالك تنكر له وتبرأ منه. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. فضرب الله عمل الشيطان مثلا يتعظ به أولو الألباب، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ولما أيقن المسلمون أن الحرب قادمة لا محالة، وأن العدو قد يباغتهم في عقر دارهم، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: أيها الناس أشيروا علي. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم في الموضوع بما أرضى الرسول وأثلج صدره، وتلاه عمر بن الخطاب فنهج نفس النهج. ومن بعدهما قام المقداد بن عمر فقال: يا رسول الله، لا نقول لك ما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل معك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فطابت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أعاد الكرة فقال: أشيروا علي أيها الناس، توسيعا منه لدائرة الشورى. فقال سعد بن معاذ وهو من الأنصار: كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال: أجل. فقال سعد: إننا منذ آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخلطه لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ترى منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. ولم يمنع هذا التأييد الكامل من وجود قلة من المؤمنين آثرت السلام وخافت الهزيمة والموت، ناقشت الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الحرب تريد أن تثنيه عليها
كشف الله حالها فقال: كما أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركن إلى هذا الرأي، لأن الله وعده النصر، ووعد الله لا يتخلف. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. والتقى الجيشان بماء بدر، المسلمون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى، والركب أسفل الوادي إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل الوادي. ولكن القوة كانت غير متكافئة، فالمشركون يملكون 990 مقاتلاً و70 فارساً و700 بعير، والمسلمون يملكون 314 رجلاً مقاتلاً وفرسين و70 بعيراً. فقوة المشركين تزيد عن قوة المسلمين أضعافاً معضاعفة، ومع ذلك لم ترهبهم ولم تحد من دفاعهم إلى القتال. وفي خضم الحرب واشتداد ضرامها جأر المسلمون بالدعاء إلى الله كي ينصرهم، وهم يذكرون الله كثيراً عملاً بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فإذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فاستجاب الله دعاءهم وأمدهم بجنود الخفاء يشدون أزرهم ويعززون صفوفهم تثبيتا لقلوبهم وشحذاً لعزائمهم. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء ورماها في وجوه الأعداء وقال: شاهت الوجوه. فدخلت حذرات الرمل أعينهم وأصابت الحصيات وجوههم وجباههم، فانشغلوا بها عن القتال، وبذلك تمكن المسلمون من هزيمتهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. ووقوف الملائكة إلى جانب المسلمين بشارة بالنصر وأمارة بأن الدائرة ستدور على الأعداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر يا أبا بكر، وهو يردد قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان يشير إلى مصارع أبطال قريش، فما من واحد أشار إليه إلا وصرع في المكان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون قد صح منهم العزم في هذه الغزوة، والنصر الحقيقي بيد الله، ينصر من أراد نصره ويخذل من أراد خذلانه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد أشاد شاعر الرسول حسان بن ثابت بهذا النصر المؤزر، فقال: وبماء بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد. وسأذكر العبر المستخلصة لأن الوقت يضيق عن التفصيل في هذه الغزوة وفضائلها كثيرة. فالعبر المستخلصة من هذه الغزوة كثيرة جدا، منها الشورى، وهي مبدأ إسلامي عام بنص القرآن الكريم: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وفي الحديث: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
لا سيما في الأمور المهمة كالحرب، لأن ويلاتها شديدة وعواقبها ذميمة، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، فالمنهزم فيها تنتقل حياته من عز إلى مذلة، ومن كرامة إلى مهانة، ومن حرية إلى عبودية، ومن رخاء إلى بؤس، وحتى المنتصر سيتضرر منها، لأن ضريبة النصر باهظة وحملها ثقيل، ولذلك يجب التحري قبل القدوم عليها. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد استشار أصحابه وكرر الإشارة تطبيقاً لهذا المبدأ الإسلامي العظيم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المبدأ ويقبل الرأي الصائب حتى في الأمور العادية. فلما نزل المسلمون ببدر للقاء العدو، تقدم حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أهذا المكان بوحي من الله أم هو من باب الرأي والمكيدة الحربية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من باب المكيدة الحربية والرأي. فأبدى رأياً مخالفاً له، واقترح أن يتقدم المسلمون إلى مكان قريب من معسكر المشركين، به بئر غزيرة الماء يبنون حولها حوضاً يملؤونه ماءً يشربون منه، ويعطلون ما عداها من الأبار، وبذلك يتحكمون في موارد الماء. فاستصوب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ونزل عنده، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في غزو في أسر بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، وأشار عمر بالقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأخذ برأي أبي بكر بعد أن أثنى على الاثنين. العبرة الثانية هي الحالة النفسية للمقاتل، فها دور مهم في النصر أو الهزيمة، ويتجلى هذا من موقف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وموقف أصحاب موسى، فقد وقف الأولون إلى جانب النبي يشدون أزره، وقفوا معه صفاً واحداً كالبنيان المرصوص، يبذلون أرواحهم دونه، ويفدونه بآبائهم وأبنائهم ونسائهم. ووقف قوم موسى موقف الخذلان: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كذلك أيضاً من العبر أن الثبات في الحرب يرتبط بالعقيدة والمبدأ، فإذا كان المرء يدافع عن عقيدة يؤمن بها ومبدأ يعتقده، فإنه يستميت في القتال، ويتحمل الأذى من أجله، ويستهين بالموت من أجل تحقيقه والدفاع عنه. وإذا كان يقاتل عن غرض مادي، فإنه سرعان ما ينخذل بأي إغراء يعرض عليه، أو بإحساس ضعف وفتور في القتال. وهذا ما وقع للمشركين، ففي رسالة أبي جهل